لا يزال انتشار الأدوية المزورة يشكل خطرا على حياة الكثير من المواطنين، فبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة فإن أكثر من 60% من الأدوية الموجودة في السوق بين مهربة ومزورة. التهريب وعوامل أخرى كثيرة تساهم في انتشار هذه الأدوية بشكل مستمر، على الرغم من أن التلاعب في محتوى هذه الأدوية قد يسبب كارثة قد تؤدي بحياة الكثيرين، خاصة في ظل التجاهل الكبير من قبل الجهات المعنية واللامبالاة من قبل الكثير من أصحاب الصيدليات ومخازن الأدوية. هناك أدوية مقلدة كثيرة جدا، هناك أدوية مغشوشة، الغش أيضا في العلامة التجارية، الغش بالمحتويات، قد يمارس نفس العلامة التجارية ولكن المضمون المحتوى مغشوش يعني. وهناك حالات كثيرة جدا منتشرة بما فيها الأنسولين، يعني تصوروا أن الأنسولين الذي يستخدم لمرض السكري مغشوش. يعني كثير من الأدوية والجمعية كانت كشفت حالات كثيرة جدا قبل فترة، تخاطبنا مع وزارة الصحة وبالتالي تم سحبه، وكانت الأعذار بأن هذا ليس دنماركي وإنما هو من دول أخرى. لا، هو الدواء مغشوش من أي كان، من أي مصدر كان. وما تقوم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من عمل متمثلا في توزيع منشورات توعوية لتحذير المواطنين من خطورة هذه الأدوية ومطالبة الأجهزة الرقابية القيام بدورها لا يكفي لمجابهة هذه الظاهرة. البروشورات المطوية التي تصدرها الجمعية تتضمن التحذيرات من الأدوية المهربة، من الأدوية المقلدة والمغشوشة، تطالب الجهات الحكومية بتفعيل دور الرقابة على الصيدليات وعلى المنافذ، على كل الجوانب المتعلقة بتجارة وبيع الأدوية. يقول عمار أحد أصحاب الصيدليات أن انعدام الضمير لدى بعض أصحاب الصيدليات وغياب الوعي لدى البعض الآخر أسباب قد تؤدي إلى انتشار مثل هذه الأدوية. صح أن في أدوية مزورة، لكن ما أظنش أن في صيدلي عنده ضمير وإنسان متعلم وداري إيش ضرر العلاج وإيش على المريض ويقوم يبيع دواء مزور ولا مقلد، هذا في المقام الأول. لكن قد ربما من الناس قلة الوعي عند اللي بيشتغلوا، والناس اللي المهنيين الغير مهنيين في الصيدليات اللي بيشتغلوا أكثر شيء أصحاب الدبلومات اللي هم عارفين اسم العلاج فقط، قد ربما أنه يتجاوز هذا الشيء. لكن دكتور صيدلاني وفاهم بأضرار العلاج وما أظنش نهائيا أنه يقبل أنه يشتري من المروجين أو من الموزعين، أو لا يمكن أنه يشتري إلا من شركة الدواء المتخصصة أو الوكيل المتخصص للدواء. كثيرة هي الأضرار التي قد يسببها بيع هذه الأدوية على المستهلكين، والذي يتنافى مع أخلاقيات العمل الطبي ويجعل من الأطباء سببا في زيادة الألم للمرضى بدلا من التخفيف عنهم. العلاج وظيفته أنه يدي عمل، أنه يدي مفعول للمريض. إذا كان العلاج هذا مزور يعني بيتحول العلاج إلى مرض، يدي مرض للإنسان. فهذا هو نفس الدكتور داري ايش معناه انه يدي علاج مزور، يعني يا اما انه يتلف لها الكلى يا اما يتلف لها الكبد، فهذا حاجه كبيره جدا. لا يمكن انه يمكن حتى انه ينام دقيقه واحده ضميره باجي يسلمه، فهذا مستحيل. وبالنسبه للادويه مزوره كثير يعني، والاكثر ما تزور حتى المستلزمات، لكن احنا مستحيل انك تشتري، اذا قلت لك انك تشيل من موزع ولا تشيل من واحد جايب بشنطه فوق ظهره يجي يبيع لك علاج، لا يمكن تبز إلا من الوكيل حتى لو العلاج معدوم ما كنت تصبر. ويبقى التساؤل، متى تقوم الجهات المعنية بدورها للحد من هذه الظاهرة ووضع حد للتلاعب بحياة الآخرين والإضرار بالاقتصاد الوطني؟